تواصل قناة الجزيرة القطرية اتباع نهج السياسة العدائية تجاه المملكة العربية السعودية، فتحاول محاولات بائسة للنيل منها عبر تسخير منصات الجزيرة لتشويه سمعة المملكة وقلب الحقائق فيها. انتهاكات السعودية وأتباعها في تقرير ناصر آية طاهر. هي أحدى أدوات التحريض والهدم في المنطقة العربية، هي البوق الإعلامي للإرهابيين في مختلف أماكنهم، هي التي تهاجم دول السلام ورافض الإرهاب بشتى صوره. عن قناة الجزيرة القطرية نتحدث، تلك القناة التي تسخر منصاتها الإعلامية للنيل من أمن دول المنطقة وتسعى لزعزعة الاستقرار فيها من خلال دعم المعارضين وتشويه الحقائق. المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي سعت قناة الجزيرة طويلاً للنيل منها، حيث تعتمد القناة على آليات عدة في التحريض الإعلامي ضد السعودية من خلال تجاهل الإنجازات التي حققتها السعودية والسعي للتأثير في أجندة المتابعين لاستهداف المملكة. لماذا تنقلب السعودية على تاريخها وتقاليدها الإسلامية والاجتماعية والثقافية؟ هل هو إصلاح وتحديث نابع من الداخل أم مفروض من الخارج؟ اعتمدت القناة في منهجها التضليلي في تناول قضايا السعودية على عدد من الأطر للتأثير على الرأي العام، من أبرزها إطار الصراع لمحاولة تشويه السمعة، إضافة إلى إطار المسؤولية الذي تنتهجه لإلقاء مسؤولية معاناة الشعب اليمني على قوات التحالف خاصة السعودية، إضافة إلى إطار الاهتمامات الإنسانية الذي تستخدمه لاستغلال الجانب العاطفي لمحاولة التأثير على إدراك الجمهور السعودي. جمال خاشقجي، جمال خاشقجي، جمال خاشقجي، جمال خاشقجي. وتستخدم قناة الجزيرة في تناول الرواية الرسمية السعودية لغة التشكيك أو التهكم والاعتماد على الاستخدام المجتزئ، إضافة إلى محاولة التأثير على المضمون بما يخدم أجندة القناة، في حين تعتمد في أكثر موادها على مواقع إخبارية غير معروفة وحسابات سوداء معادية للمملكة ومواقع إخبارية تشاركها عدا السعودية. لم يكن العالم يعرف عنهم شيئاً قبل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولطالما تبنت قناة الفتنة القطرية وجهات النظر المعارضة للمملكة، يقابل ذلك تجاهل الرؤى المؤيدة للسعودية وتهميشها والتشكيك فيها، وذلك من خلال استخدام استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص. قد تكون لجين تحمل أثر التهذيب، لم تذهب أثر التهذيب. ولا تزال محاولات قناة الجزيرة للنيل من المملكة العربية السعودية مستمرة، ولا تزال المملكة عاصية على تلك القناة وعلى كل من يؤيد نهجها الخبيث.